استاذ ابراهيم سيد ابراهيم شخصي بعد اذنكم اسمحوا لنا شوي سيد ابراهيم تصريح سيد ابراهيم لو سمحت حابين نسالك كم سؤال سيد ابراهيم عندكم ثقه انكم رح تربحوا هاي القضيه انا دائما بامن بالعداله وبثق فيها كثير واذا ما كان اليوم اكيد رح يجي يوم وينتهي فيها الظلم او رح يطلع شي حدا ورح يحط حد لهالظلم وبصراحة كوني أول شخص بيمشي بهالطريق هالشي فرحني الدكتورة رنا كراي بالمؤتمر الصحفي قالت إنه هذا الإجراء رح يكون خطوة أولى وإذا خسرتوا هاي القضية عم يفكروا يهجموا عليكم بقوة أكتر شو ما كان اللي بدهم يعملوا فينا ما رح نتراجع ورح نضل ندعي لربنا وبس محامي إبراهيم أيكون سهيلة بياز نيفين نور زينب شكر قول إيشلار عائشة دوندار فاطمة ديميرجي سهر قول بيجان إليف كورال روح من هون مستحيل خليك تاخد إليف ما بكفي اللي عملته بالبنت إن شاء الله لا تخبسي بالحكي ليش لحتى أضربها قلتلك ما عملت لها شي أكيد طرقتها شي سيارة روح ولا رح أتصل بالشرطة خالة عدلية ماشي خلص بكفي خود هدول صور ولا بقى تزعج حدا إليف بنتي استني بس شوي بشرط من اليوم ورايح ما عاد تزعج هدول الناس ماشي ماشي مثل ما بديك يلا امشي خلينا نروح تأخرنا كتير يلا لشوف يلا تعي يلا امشي إليف استني لتخلص المحكمة خالة عدلية انتو كتير وجعكم راسكم بسببي بترجاكي سامحيني لك امشي بقى يلا تأخرنا كتير تعالي معي يلا امشي قدامي لشوف امشي يا بنت استغفر الله
القرار. يلا طلعوا طلعوا. ربحنا القضية، ربحنا القضية. يا جماعة، نحن بس أخذنا قرار بوقف تنفيذ الإجراءات، وطبعا هالشي بالنسبة لإلنا أمل. يعني فينا نقول البنات رح يقدروا يسجلوا هن محجبات؟ إيه هلأ بيقدروا. قرار المحكمة خلانا نربح شوية وقت، وعلى القليلة خلانا نرفع الظلم عن بناتنا وأخواتنا المحجبات، وبالمستقبل كلنا رح نشوف سوا شو القرار النهائي. بس مع هيك انتوا قدرتوا تربحوا دعوتكم ضد الجامعة، هالشي مزبوط؟ اسمعوا، مبارح بالليل في وحدة بنت من بناتنا المحجبات صوروها غصب عنا، وكانت خجلانة وعم تبكي ومحتارة كتير، اسمها إليف كورال، وهي القضية يلي ربحوها إليف كورال ورفقاتها. يلا أعطيهم إياها، يلا يلا. وين الصور؟ إيه الصور معي، دقيقة، تفضل. بابا وقف. أنت شو عم تعملي؟ أنا غيرت رأيي وما رح سجل. وليك إليف يا بنت، تعي لهود، شو مفكرة حالك عم تعملي؟ لا تخليني ضربك هلأ قدام كل الجامعة. بابا اتركني بكفي بابا، أنا ما رح أسجل بهالحالة. ليك بصمام بالله بتضحك بأرضك. ها أنت ما عم تفهم علي. وما حدا فيكن عم بيفهم علي أساساً، إذا وطيت راسي لهيك شي رح أموت. لهيك لا توقف أبداً، إذا بدي أعيش بهالذل هذا بفضل الموت أحسن لي. إليف، أنت سجلت يا بنتي؟ ارفع دعوة عليها، يعني شي بتلعب بعقل البنت وشي بتحقق معها؟ لا هي ما سجلت، أخذت الصور فوراً. إيه وبلا ما تسجل حالها، أحسن بكتير ما تعيش مع هذا العار. إيه؟ شو بقى؟ عن جد عيب عليك؟ انت بتعرف شو تحملت لحتى خليتها تتصور؟ لك شوف ايدي التنتين كيف احمروا من كتر ما ضربتها على خلقتها. لك يا مجنونة، انت لهلأ لسه ما فهمتي شو صار؟ نحن ربحنا، لك ربحنا. ما بتحكي جد سهيلة؟ يعني انا فيني سجل هلأ؟ طبعا فيك تسجلي، كلنا رح نسجل كمان. سهيلة الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا ربي. يا سيدي بتعرف أنا أول مرة شفتك فيها قلت إنه هذا الزلمة سبع ومستحيل يصعب عليه شيء أبدا. الحمد لله لك يا ربي، لأنه خلصنا من هاي القصة كمان. عمو إبراهيم الله يجزيك كل الخير ويرزقك يا رب. تسلمي واجبي، يلا لشوف لا تلتهوا، بلشوا بالتسجيل. يلا يا بنات روحوا سجلوا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. إيه جبلنا مقبلات وعبيلنا هالطاولة. حاضر أستاذ. الكل رح يأكل كباب ما؟ إيه بس أنا بدي وجبة ونص. ويا سيدي خليهم وجبتين. حاضر، في شي تاني بتريدو؟ بدنا سلامتك، شكرا لك. يا
جماعة، إذا بتسمحوا لي أنا في عندي كلام وحابة أقوله هلأ لعم إبراهيم. لا تحكي هلأ، اتركها عمو خليها تحكي. الأب بالنسبة إلي كان بيعني الخوف. الأب كان ضربة قوية بتنضرب على وشي فجأة، كان زل ومسبات وإهانات. نصيب بيضلوا أبي وطبعه هيك. أساساً أنا كنت فكر إنه كل أب هيك لحتى عرفتك يا عمي. فهمت إنه الأبوة حضن دافي، وإنه الأب هو دائماً سند بالحلوة والمرة، والخوف يكون بعيد لما بيكون هو موجود، وهو اللي بيسامح إذا حدا من أولاده غلط. أنت قبل بمرة قلت لي شغلة حبيتها، مو قلت لي الله عطيكي قلب كبير ومشان هيك حملتي هذا الاسم؟ صدقني لو ما مسكت بإيدي قلبي ما كان بيتحمل كل هذا التعب. وإذا اليوم كان رأسي مرفوع فهذا الشيء كله بفضلك. أنا مع كل رفقاتي هون دائما رح نضل مديونين لأبوتك.